يشكل الشباب مصدرا مهما لمستقبل بلادهم، لهذا تضع أغلب البلدان قضية الشباب ضمن أولوياتها كونهم الورقة الرابحة. في كركوك شمالي العراق اجتمع أكثر من 50 شابا للمشاركة في فعاليات اليوم المفتوح بمناسبة اليوم العالمي للشباب لعام 2022، وقرر الشباب تقديم فقرات ترفيهية وفنية متنوعة يعبرون عن فرحتهم بعيدهم السنوي. ويوم العالمي للشباب، لأن هذا اليوم هو اللي يمثل الرسالة اللي يريد يقدمها الشاب من خلال أفكاره وأعماله. هذا اليوم كلش مهم بالنسبة لهم، لأن هذا اليوم هو اللي يعتبر الانطلاقة نحو العالمية لمواكبة التكنولوجيا والتطور. الاحتكاك اليوم بالشباب كلش شيء مهم، يعني ممكن نطلع طاقات أخرى، ممكن تكون هي فرصة على مود نشوف أشخاص مؤهلين وإحنا نقتدي بهم. وفي زاوية أخرى، نظم هؤلاء الشباب منصة للحديث عن إنجازاتهم وإبداعاتهم ومحاضرات بهدف تشجيع الشباب على التخطيط الاجتماعي والسياسي والاقتصادي ومواجهة الصعوبات. وإن الحروب والصراعات التي شهدها العراق خلال السنوات الماضية قللت الفرص المتاحة، وهذا ما يتطلب جهدا حكوميا حقيقيا لدعم الشباب في المرحلة القادمة. الجلسة استضافينا بها عدة شخصيات ناجحة شبابية في محافظة كركوك اللي تنقل تجربتها بشكل واضح لكل الشباب الباقين الموجودين، فهي خطوة كلش حلوة انها تقتدون بالشخصيات الشبابية وينقلون تجاربهم. يعني واحدة من البنات اللي دخلت كعمل تطوعي بزيارة دار المسنين، سويت تيم عندي خاص، شاركت بفرق تطوعية هواية، مخيمات، فهذا الموضوع ما اثر علي انه انا كبنت مختلفة عن الشاب. نحارب الافكار القديمة والعادات اللي تخلينا نتقوقع احنا كفتيات انه ما نقدر نعيش بطريقه بسيطه مثل توازي مثل ما يعيش الشاب، وهذا ما نطمح اليه بيوم العالمي للشباب. حقبة الحروب التي عاشها العراق منذ عقود طويلة وضع شباب العراق في مواجهة العديد من المخاطر، منها التطرف والمخدرات، وهذا ما تسبب في تقليل فرص العيش والعمل وارتفاع نسبة الأمية والبطالة، فضلا عن زيادة غير مسبوقة في أعداد المهاجرين خارج البلاد. من مدينة كركوك، حيدر عودة، اليوم.